وياش كان واحد طفله في طاليان كانت عايط لي يبا بوري في خليت ماما كتفرج، ولكن انا عندي بزاف ما الدار. الا بان لكم راه من هنا كتبان الروينه ديال داك الكلوزيت، راه قلت لكم هو اكثر حاجه كترون ضيا دغيا. صوت انا راه خليت شي حوايج حيت هزيت الكرسي كان عامر راه شي حوايج. المهم خاصني نمشي نطوي داك الشيء هو الاول، من بعد غادي نرد الحوايج بلاصتهم. قلت لك نرد الحوايج، نرد الماء عند بلاصتهم. او مهم شويه ندور بالصالون، واقيلا ماما غير نسالي الكوزينه بعد نلقى كلشي محيد من تما، حيت نورمالمون ما كنخليوش داكشي تما. العشيه خاص يكون كلشي خاوي، كنحاول نسالي داكشي. ومهم غادي نديكم معايا نهضروا شويه، وانا كنطوف دوك الحوايج صح. خاصني من بعد ندير هنايا نجمع شويه هادشي اللي هنا. سو ليتس جو، دايت غندوز الفيديو. المهم ساليت داك الكلوزيت كيف ما وريتكم قبيله، ودابا مازال ما درناش الغدا، حيدنا الغدا اليوم بروغرام. وغادي نديرو طارطه دي مانسانا، طارطه ديال التفاح. المهم سهله بزاف صراحه، غادي نوريكم لي زانكريديون غادي نستعملو. و ليتس جو. بيسيكلي غتحتاجو شحال ماما درنا هنا من التفاحه على حسب المول، حنا نديرو المول ديالنا كيزن 3 تفاحات. المهم على حسب المول غادي ديرو واحد العدد ديال التفاح ولا واحد اخر. حنا المول ديالنا هو هذا، هاول ما عرفتش ما كبير ما صغير صراحه. و اللي زوين في هاد لا طارت هادي غتكون ما تحتاجوش كاع لا ماس من التحت، لا باز غادي تكون ديال كايتات ماريا، بيسكوي ماريا. مهم غتحتاجو بحال قلتو على حسب المول ديالكم، حيت هادي غادي تمشي عجين، هادي تولي عجينه. هاد التفاح غير غنديروه من الفوق من بعد الديكوراسيون، الزبده باش نخلطو مع كايتات ماريا، السكر، الطحين والحليب. المهم نتوما غتشوفوا معنا دابا كاع المراحل باش ديروا بحالنا، ولكن نتوما مهم عينكم ميزانكم. حنا غنعطيكم مقادير ديال هاد المول، مول المهم ديال هاد القالب هذا اللي غنديروا لكم اليوم. بوني في اول حاجه غادي نطحنوا هاد الكايتات، هي ما غاديش نعطيكم حتى شي عباره حيت على حسب هاد السورفاس ديالكم نتوما اللي غادي تاوكوبيو، عاسكم كثر ولا قلة.
اون فوا غادي ديروا بنات هاد التفاح في المولينكس ديالكم غديروا نفس العبار تاع الحليب هو العبار اللي غديروا ديال الطحين ونص ديالهم ديال السكر. المهم ها الكيك ديالنا من بعد غادي نقول لكم بلا خاصو يجلس في الثلاجه شويه باش يجد راسو. ماما راه وجدتنا البانيه تنقولها دير لكم لا غوسيت نوتيلا وبريري ديال اتاي. زومي دابا راه داز شي شحال باقي 8 ساعه داز شي 15 دقيقه مازال ما تحمراتش. المهم غنخليها ساعه نيت واقيلا في الاخر. ماما انا شويه شويه نبقى نطلع عليها حيت ما بغيتهاش تحرق ولا شي حاجه. اون فوا كتخرج الكيك من الفران كتخرج بحال هكا راكم شتو ما كتبري ما والو. حسب خاصكم دير لا كونفيتور ولا شي حاجه من الفوق ولا العسل اللي بغيتو. مهم او ها نتوما شفتو كيفاش هذيك الكايطه ماريا خرجت من هنايا وهداك التفاح اللي حطينا من الفوق هو اللي غادي يعطينا داك المهم مذاق. كنوجدو حيت ما عندناش في الدار العسل لا كونفيتور كنوجدو غير كاشيرو وغنديرو من الفوق ونحشو الثلاجة خاصها تبرد نيت نورمالمون خاصك تجلس ليلة كاملة في الثلاجة باش هاديك لا كخيم تكون كخيم متكونش. هيا ماما كتكاراميلي زعما في السكر هو اللي غادي نديرو من الفوق. دابا هاهي درنا لا سيروب من الفوق دابا خاصها نديرها في الثلاجة تا تبرد على خاطر عاد ناكلوها. أنا غادي ومخلت لي هنا واحد سبيس برد مزيان على خاطرها صراحه فيها واحد الريحه واعره ماشي. اخيرا ترى الفلوق عيت طول 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 فيك صراحه عيت. و المهم الى درنا شي حاجه مره ثانيه غادي ندخلها لكم في الفلوق ولكن بغيت غير نقول لكم باي. ما حتي هنايا باقا هنايا باقا لبس حوايج باقا نقدر نهضر معاكم وصافي. عندي دابا المونتاج غادي ندير ليه الصوت فويس اوف و اي حاجه نبقاو على اتصال.